فراح يكون شنو؟ يظل يستمر هنا. فمجرد وجود دول الدايودات لغرض عملي حتى ما يسمحون للباك فاير فولتج ترجع على السورس. نرجع لهاي الدائرة. هاي الدائرة بيها كل الثيرستورات فورورد بايسنج. عند اللحظة 0 انا راح اشغل الثيرستور تي 1 وتي 2. فشغلت الثيرستور تي 1 وتي 2، هذول اثنيناتهم تي 3 وتي 4 يكون اوبن، فراح التيار يمر بهالاتجاه، يجي عن طريق تي 1، بعدين يجي للود يدخل من اليسار، يخرج من اليمين، يجي الى تي 2، وبعدين يرجع لمن؟ يرجع الى السورس. اذا التيار مر بهالاتجاه من اليسار الى اليمين. عند اللحظه نهايه الزمن تي 1، عند هاي اللحظه انا ايش راح اسوي؟ راح اسلط فولتي اطفي بها ثيرستر تي 1 وتي 2، وبنفس الوقت اشغل 3 و4، فيكون هذا اوبن وهذا اوبن، وراح يصير هذا شورت وهذا شورت. فايضا التيار راح يجي منه يمشي بهالاتجاه، يمر عن طريق تي 3، يدخل اللود من اليمين ويخرج من اليسار، يمر بتي 4، وبعدين يرجع الى السورس. فتلاحظون تشوفون انتم بالجزء يعني بالجزء الاول عندما كان تي 1 وتي 2 اون، التيار مر من اليسار الى اليمين، وبالجزء اللي كان بي تي 3 وتي 4 اون مر تيار من اليمين الى اليسار، اذا البولارتي انقلبت على اللود. فبالجزء الاول ظهرت الفولتيه بهالشكل، وبالجزء السالب اصبحت ماينس بي اس، فظهرت عندي الفولتيه شكل الموجه سكوير. نجي الان لشكل موجه التيار. شكل موجه التيار راح يظهر شكل اكسبونشال. زين، معادلته هسه راح نتناولها بالسلايد التالي، بس احفظ هذا الشكل عندك حتى نتناوله بالسلايد التالي. الفي افرج نفس المعادلات 2 دي اس اوفر دي، دي اللي هي الديوتي سايكل، نسبه تي اون اوفر تي، تي اون هذا التاو الكلي اللي هو اصلا اللي هو زمن السايكل، الفي ار ام اس اللي هو جذر 2 دي في في اس، والبي ال اللي هي الباور اللي هي اللود اللي هي 2 دي في بي اس سكوير اوفر زي زي اللي هي تحت الجذر ار سكوير بلس اكس ال سكوير اللي هي اكس ال تنحسب 2 باي اف ال اللي هي فريكونسي، في ال اللي هي قيمه الدتا. بس احفظ هذا الشكل عندك حتى تتناوله بالسلايد التالي. هذا اكزامبل يوضح لنا المعادلات اللي تناولناها بالسلايد السابق. فعندنا سنجل فيس فول بريدج سنجل فيس فول بريدج انفرتر، قيمه البي سورس 20 فولت، اندكتر 0.02 هنري، الريزستيف 8 اوم، والفريكونسي 100، ديوتي سايكل 50%. اول نقطه نتناولها هي ديوتي سايكل. ديوتي سايكل اللي هي دي نسبه تي اون الى تاو كلي، تي اون اللي هو هذا الزمن نسبة إلى الزمن الكلي هو تي كابيتال، زين، أو هذا الزمن نسبة إلى الزمن الكلي. يقول لك 0.5، يعني جيت 30% 0.5 1 over 2، معناه نسبة الزمن الأول يساوي نسبة الزمن الثاني، فيكون تي 1 equal تي 2 يساوي تي كابيتال over 2، معنى تي كابيتال يساوي 1 over f، فهي 1 over 2 f. أطبق الفاليو أطرح عندي قيمة تي 1 و تي 2. تاو اللي هي نسبة ال over r طلعت عندي. عند الزمن 0 اجي اعوض بالمعادله تي زي ايكوال 0، فصير اكسبونشال 0 1 1 ماينس 1 0، فهذا القيمه للتيار تساوي لنا 0 امبير. تلاحظون ان اول شيء بدت عندي 0 امبير، مو مثل ما السلايد مال المعادلات طلعت من قيمه هنا، لا، هذا المثال بدت ال 0 ايش قد؟ 0 امبير، طلعت عندي منطقه. للزمن ما بين 0 و 1 هذا الزمن، هاي الفتره الزمنيه من هالنقطه لهالنقطه، المعادلة هاي شكلها. زين، اجي اعوض القيم راح يطلع عندي شكل المعادلة. اجيت رسمت الموجة انا مالت التيار اكسبونشال، وجيت حطيت اشارة على قيمة المعادلة او شكل المعادلة كالتالي. عند الزمن تي 1 عند هاي اللحظة، هاي اللحظة ايش قد قيمة الزمن؟ قيمة الزمن تي 1 اللي هو هاي الفاليو مالته اعوضها يطلع عندي قيمة التيار كذا. فطلعت عندي قيمة التيار كذا. للزمن ما بين تي 1 وتي 2 هاي الفترة، هاي النقطة، شكل المعادلة كالتالي، عوض القيم تطلع عندي المعادلة. فأيضا كون أشر على هاي اللاين أقول شكل المعادلة هو الشكل التالي. عند الزمن تي كابيتال، تي كابيتال هاي اللحظة اللي هو حصل جمع هذا الزمن بلس هذا الزمن، أعوض الفاليو تطلع عندي قيمة التيار كالتالي. ف
فعند هاي النقطة قيمة التيار هي هاي. طلابنا أنا سعيد بإجابة أي question عندكم، تواصلوا معي على جوجل كلاس، وأتمنى لكم التوفيق.